شرطة دبي قررت ان يبقى عندها في المناطق السياحية عربية لامبورجيني. بعد ان اصبحت سيارة اللامبورجيني افنتادور محط انظار الكثير من اجهزة الاعلام العالمية، وحظيت بمساحة كبيرة من الاهتمام والتغطية كأغلى وأرقى سيارة شرطة في العالم، ها هي اليوم سيارة الفيراري FF تنضم إليها وتحمل شعار شرطة دبي، بل وتتميز عن سابقتها بأن من سيقودها هم من عناصر الشرطة النسائية. السيارة مفاجأة رائعة للزوار، فبمجرد دخولها لمنطقة البوليفار حيث نحن اليوم تجمهر حولها الزوار والسياح كي لا تفوتهم فرصة التقاط الصور التذكارية مع أرقى سيارات الشرطة في العالم. شرطة دبي أول شرطة على مستوى العالم أنها تطرح سيارات تكون سيارات رياضية كدورية موجودة في الشوارع، فنحن نحقق هالشيء الرقم الأول. يسونو إيطاليانا فينغو دا بولونيا. نعم أنا من إيطاليا وتحديدا من بولونيا، وأنا هنا بدبي وإنها حقا مدهشة. هذه السيارة هي أول سيارة فيراري FF يوضع عليها شعار شرطة على مستوى العالم، وهذه الفئة هي أول سيارات الفيراري من نوعية الهاتشباك، كما أنها ذات دفع رباعي وتتميز بأعلى مستويات الأداء. أنا فرنسية وأجد الأمر مدهشا للغاية، سافرت عبر العالم ولم أرى فكرة مدهشة كهذه. هذه الدوريات الأرقى في العالم تليق بالأماكن السياحية الراقية في دبي، فهي في هذه المناطق الراقية إنما تعكس مع كل ما حولها لوحة جميلة لا تنسى تهديها دبي لزوارها ليحرصوا دائما على التواجد هنا والاستمتاع بالمفاجآت التي لا تنتهي.